ونرجع من جديد طبعا للمدينة، المدينة اللي كلها مشاكل. حاولت أحل مشكلة الماي آخر مرة، شفت مشكلة الماي حطيت هني سد وخليت السد يسد، أتمنى إنه يسد الماي اللي جاي، وحطيت هني جدار. إن شاء الله الجدار هذا يخدمني ويجمع ماي. ان شاء الله يجمع ماي ان شاء الله. وتشوف الحين كيف اشوف الماي شوي يرجع هو. بس السيوج عندي مشكلة فيه، انا بغير اماكن هاي بعدين اعدلهم. الصراحة الوضع مأساوي، مدينة مأساوية، فما نحتاج تغييرات جذرية صراحة بخصوص المدينة الثانية اللي كنا نحن شغالين عليها. ليش كمستقرة ثابتة ما عندهم مي؟ انا اسف كالعادة ما في مي. شكل المدينة بس والله شكلها جميل، هي مدينة الشاطئ الصراحة. بس اللي ابي اسوي مترو كم في مترو في مكان ممتاز. لو بنحطي هني هذا يجمع شو، ما بيسوي ازعاج وايد حق الجماعة، ما بيسوي وايد ازعاج. ما عليكم، بيسوي ازعاج حق هايل؟ لا طبعا، هذا المفروض صح. اذا طلع من هنا كيف يرجع؟ انا مسوي انه ون وي. اوكي تروم تطلع وترجع، بس هذا بس حق اللي بياخذ تيرن. طبعا بعدها زحمة موجودة على فكرة من آخر مرة، قلنا حاولنا نحلها لكن زحمة خرافية. بيجمعونا، المفروض انه يكفي. زين الحين عندنا هاي المدينة، هاي المدينة شو بيسوي؟ بيسوي فيها مترو، مدينة الشاطئ والمترو. حطي محطة مترو مكان استراتيجي. هني عند الباص، في عندنا وقفة باص، ابي احط المترو قريب وقفة باص على اساس الناس يمشون. هذي اشوف هذا باص ستوب، شوفوا الزحمة اللي هني. اوكي ممتاز، الناس تتوقف عند محط انتظار باصات، واني بمترو ثاني عند موقف باصات، قريب من موقف باصات. شو البيت واحد هني، شوف شو الزون هذا، اندستريال هاوسينج. ما بسوي زحمة عند البيوت، بس هاي كانوا يتشكون من زمان، فبيت واحد هني شل اموره طيبة. لكن شو لازم اسوي؟ بس ستيشن، هذا الباص اللي لازم اسويه، اوصل هذه النقطة في هاي النقطة واخيط شوي اساس الناس تركب باصات، اساس الناس تركب الباص وتروح وترجع. انا اذا تطلع من المترو ينتظرون يروحون بالباص، وانا باب مترو بعدنا نبى مترو، بنوصل المترو هذا في سيستم المترو القديم. بس عندنا المدن ضخمة، بس قامت تستوي مدن شوية ضخمة صراحة، فالستايل التقليدي من المترو ما عاد ينفع خلاص. لازم انا حاط على الباص، سوري، لازم ستايل المترو شوية انه ولا كمية المترو تختلف. هذا عند الباص ستوب ممتاز، بالنسبة لي ممتاز. زين الحين وصل هذا المترو في هذا المترو، هذا المترو في المترو اللي هو اخر الدنيا، اللي هو صديقنا هذا المترو، وهذا المترو بنوصله في هذه التو ستيب. بنوصله في المترو ما في مشاكل عادي، رغم نوصل مكان ثاني. بنوصل هذا المترو عن الفلسفة الزايدة. اوكي
طبعا المسافة تفرق، بس أنا شوي مختصر الوضع، يعني ببدأ أشتغل على تفاصيل المدينة. سوري، ببدأ أشتغل على تفاصيل المدينة شكلي أكثر من إني أنا أشتغل. خلي تاخذ ولا ياخذ لفة صغيرة المترو هذا، أوكي، وخل هذا المترو يكون فيه نقطة من هني لين هني ويرجع، والمترو نبغى خطوط سيدة، لأن عندنا المترو مالنا يروح كل مكان ويرد، فما ينفع. فشو بسوي؟ أبغى هذا المترو لين هذا المترو لين هذا المترو، أبغى المترو يروح مشاوير قصيرة، ما يتم يروح مشاوير طويلة، لأن أنا استوعبت إن آخر مرة المترو أنا خليته يروح كله مشاوير شو قصيرة قصيرة طويلة، مسكين تم يدق خطوط لين قال آمين. الحين استوى عندنا مترو في المدينة، خلت تشوف عند المترو وين حط المترو، هذا شو هذا المترو. في ناس تنتظر، يوه الزحمة، شوف العالم شوف العالم. انزين هني بحط مول، احط مول واسوي منطقة وجنب المول. وين صار المول؟ هايبر ماركت؟ لا ما هو هايبر ماركت، مو با سينما، مو با تاكس اوفيس، مو با اوبرا هاوس، ما بقى شو نحطي شو نحطي، استديوم ارت، تيتر فوندر، شكلها جميل، ارض العجائب، والناس جاية من الهاي واي هني طالعة هني من الهاي واي، يعني هالشارع انا ما ابا. اوكي انا عيبني هذا تيتر وورد، اظن شكله بيكون جميل. ما بحط على شارع صغير ولا كل شوارع صغيرة، اوكي بحط على شارع كبير. هذه ما ادري سالفته يعني، لكن انا قطعت خط مواصلات، يا الله لازم يعني نفس الشارع، يا ما تروح شارع ثاني. يمشي بيتم يحتشر علي، الحين بيتم يحتشر علي، انا ما داني بيتم يحتشر علي الجيم. والله لا اسحب عليه، ها ردينا لمشكلة المويش، السالفة مش على اساس المفروض انحلت، لا ما انحلت بعد هني المكان شكله ما بيحل الموضوع. تعرفون شو المكان يبغاله تغيير جذري، خلنا نشتري الارض هاي. اوكي ان انا انسان بسوي مبنى هناك، وشوف هني اذا مش هذا طبعا، اذا هنا وسعنا النهر،
اوكي، وبرفع هني، شوفوا ابى ارفعه بعدين هو يسرب مي. حلو، انا بسد عليه الدرب، عندي اتمنى اني مأمن المكان. اتمنى اني مأمن المكان بما فيه الكفاية. خلنا نشوف اذا هذا الحل راح يخلي المويه هني ولا ما راح يخلي. المشكله اظني كل المويه اللي قاعد يوصلنا الحين قاعد ينشفط، ما فيهم رحمه، شافتين كل شيء. فشو بسوي؟ بعيد عن التلوث ابا، ما تلوث الارض. اوكي، بحط هذا هني. اوكي، تجاري ما عليه مشكلة، دام من التجاري شوي بيتحملونه. زدنا المويه الحين بالتناكي وقتا، عقب بتشوف اذا هذا راح يسوي لي حل المشكلة ولا ما راح يسوي لي حل المشكلة. لان الصراحة احنا بنبني سنتر هنا، وسنتر شكله يا بالعيد، فلان جبت العيد في السنتر هذا. لحظة، انزين عزيز السنتر، ممكن يجيبك مكان ثاني؟ لا، بشكل الموضوع طويل اذا بيجيب مكان ثاني. اقول خلك مكانك، استانس، خلك مكانك، نتفاهم مع الخط هذا بعدين، بصلح انا. ما عليكم انتم، كم باركن عند هذا؟ ليش ما عنده باركنات؟ شكلي بنزل مود، بس شغلتي فيه باركنات، نوفر باركنات، لان الباركنات مو بشي هني الصراحة، باركنات متعبانة كلها. انزين، هذا شو بيسوي لنا؟ كل الخرائط عندي مربعات الصراحة، انا مش مرتاح مع موضوع المربعات. يعني ببدأ مدينة جديدة، بسوي مدينة بشكل تصميم ثاني، بسويها دواير شوي، وبفتك من هالتقاطعات. يعني مو بخلاص تقاطع، مو بهذا، مو بشي اسمه تقاطع. تعرف شو بسوي؟ اخبركم انا، مش هالتقاطع هذا، التقاطع هذا علة. اذا يعني مثلا هني اذا بهذا بيروح مكان، انا بخبركم، بيجي هني باخذ هذا اليمين، سوي دوار. ما اعرف ان الحين هذا دوار ولا بيضة ولا، انا مش عارف الصراحة. يعني حتى هني سوي دوار ون وي، خلاص الناس ما باها تروح وترد، تروح وترد على نفس المكان. ببدل كل شيء دواوير شكلي. هو شبيه الدوار، لحظة ما اتفقنا، ما اتفقنا ابدا. زين، حطينا الحين الخطوط هاي، انت هاي وي، اوكي طلع هاي واي، وانتو تعالوا هني. ما يقدروا يلفون خلاص. خلنا نشوف الحين هني كيف الزحمة، الدوار راح يخدمنا ولا راح يسوي لنا مشاكل؟ الصراحة دورت وايد حلول، بس غير الدوار شكله ما في حلول، بس يباله شوي تدريب على موضوع الدواوير.
يبغى له تدريب طيب على موضوع الدواوير، مش بس حلو. يوم دخلت الهاي واي في نص المدينة كان اوكي. لا اظني استوى احسن، بس في وايد مخارج، مخارج الزايدة بعد مصيبة. زين الخلل اللي في الوسط مش غلط، ما اقدر اسميهم دواوير بالضبط انا، بس هاي يمكن طلع احسن من هذاك بصراحة. هذا دوار يا للزحمة، انتو قاموا الزحمة، ما في اشارة هنا، احنا ما في مسيدة يطلعون الشارع العام سيدة. زين وين الهاي واي مالنا؟ نحط هاي واي صغير، خلينا نكبر الهاي واي شوي. اوكي هاي اللي يلفون يمين، هاي واي على طول. والله الدوار مشروع ناجح الصراحة، شكله يكون مشروع جميل. هذا نفس هذا ما كان مشروع، بس لو كان دوار اتصور كان بيكون بعد احسن، الناس تتوزع على طول. خلاص شكلها في الديزاينات الجداد مسوي دواوير، مسوي دواوير بس كلها شايرة خطوط مشاه. هذا وين ساير؟ هه بس كالشارع العام. انزين سوينا صديقنا السنتر اللي عنده اللاين المبطل هذا اللي سوالنا مشاكل. يبالنا الصراحة مودات اعدل فيها المباني، سوي هنا بيوت وجنب البيوت بحطي مكاتب، جنب المكاتب بيوت زيادة، لأن نبغى صناعة نحن، وبس هي تلوث الصراحة. بحطي كم مصنع عشان ما يقولوا ما عندنا سامان، راح يشتكون إذا ما عندهم مصانع، راح يشتكون يقولك ما عندنا سامان. أنت فنان مكان فنان، إذا حد يقدر يبني هني زين، حد يقدر يبني هني. يبالنا ممرات مشاة مش بس هذا، بالي ممرات مشاة انا الصراحة من الخاطر. بنزل ان شاء الله المود هذا شكله، نختصر ممرات المشاة، لان الحين يوم عندي مترو براويكم. نحط المترو هنا، هذا هو المترو، هذا زحمة وكلهم يجون يعبرون الشارع لآخر الدنيا. ولا تكاسي بعد، شوف تكاسي عندي وايد باصات انا في المدينة. كم باص عندي؟ ها 27 باص، اخاف هذا ما كل المدن. انزين شكل الباص ما ينفع، لازم اسوي خطوط اقرب، بس بنسوي خطوط اقرب باصات. خلاص اذا واحد بي من هني لين هني ممكن، لا لازم احط نقطة ما فيها، سوري. نبى وقفة باص قريبة من هالوقفة وترجع مرة ثانية لهالوقفة، ونبى الناس اللي ما عندهم مواصلات نفس الأماكن. أنا ما أقدر إياها المكان صح، لأني ما في رجع منه ولا لا. أوكي الجسر هذا ويوقف عند الباص ويرجع يشيل الناس من المكان هذا، هذه بعد طريقة. وعندنا السهل الصناعية مساكين ما عندهم باصات، أباهم يستعملون المترو. أنا أباهم الهدف كله يستعملون شو المترو، وقفوا سيروا عند المترو. ولازم يكون عندكم نقطة أروم أزيد باص على الخطوط نفسها، يعني هني أروم أحطي لهم باص، هني أروم أحطي لهم باص، هني ما عندهم باص خلنا نحط لهم باص. وين ما عندهم باصات؟ هاي عندهم باص صوب الثاني، هاي شو ما عندهم باص، ما عندهم، خلنا نركب لهم ولا نحط لهم باص. لا انا مو بهذا، انا بحط اضيف باص، خل الناس حصل باصات. والناس اللي هني في ناس هني ساكنة،
تعالوا من المدينة الثانية. اوكي لين وين؟ لين صديقنا المترو، ورد هنا خذ لفة. خلاص اذا حد يبي عن طريق المترو من هالمدينة لمكان بعد ما عنده مشاكل. شو الفايدة عندنا مترو؟ الناس ما تستعمل المترو. بعدين انا بخفف الزحمة، ما بزيد الزحمة. هذا الشارع ما بيوفي الصراحة، الشارع ما بيكفي. ايوه عند المترو بحط شارع باصات. بعد زحمة، في ناس تخرب على الباص، في ناس ما تتهرب الباص يبالها دق. شوفوا كم بيشل الباص، يتعب. الزحمة ما ظني بتفك بالطريقة هاي. خلينا نشوف 6 سيدات 6 شوارع. لا مش اتجاه واحد، انا اسف. خلنا نشوف لما نوقف باصات شكل الوقفة عودة. خلنا نحط عند الثاني بعد. شوف الحين احسن الزحمة وايد. يعني انا اللي استنتجت الحين ان شارع الباصات مو باحسن من شارع الوسيع، من اكثر من موقف واجهني الموضوع هذا. فريرتي رود، ممكن اعدل الشوارع بعد. جنكشنز، شاير، من يروح وين، بس هذا يمكن مرحلة ثانية. اهم شي عندي هالباصات هاي تشل الناس. شل الناس، يلا تقعد ساعة لين تشل الناس. شو تشرط عليهم؟ سلم. 68%، 12 لين رقم 5. مش كل حد بيروح وياه، مش كل حد بيروح وياه. اوكي 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 اذا مش كل حد بيروح وياه فاهم من الموضوع كله. المترو مالنا وين؟ المترو كم يشل؟ 1000 وشي. الباصات ما تشل كثر المترو لان نحنا مقصرين وايد في الباصات، والوقفات مش ذاك الزود. يعني الحين المترو ما عليه وقفة باص، وصلة في المدينة نسوي له عند وقفات ثانية بنسير. برد عند منو المترو؟ ما عندهم اصلا هني باصات. اوكي وما حد خبرني اني ما حطيت هني باصات، ليش ما خبرتوني؟ اوه بيلف لفة عودة حقه. هذا بعد ما عنده وقفة باصات، بس هذا بيكون وقفات بسيطة في نص المدينة بوقفة عنده. اما جماعة الصناعية مش قادرين يوصلوا المترو اصلا، ما علي اظن ما بيزعلون اذا يمشون شوي يسوون رياضة. ما علي الجو حلو في المدينة، مو بحر ابدا، مو بحر. ما في طريقة نعرف فيها درجة الحرارة في المدينة، اذا نعرف درجة الحرارة في المدينة والله زين، ممكن نحط لهم مواقف مكيفة. زين هذا البارك معوق صراحة، مش تعبان البارك، بس ما في زحمة في الصناعي. لا في زحمة، انا اسف، في زحمة، في ناس تروح ترد. بس الحين لازم نزيد استعمال الباص، اذا عندنا باص لازم نزيد استعماله. واظن هني الباص وين بيروح يرد؟ ما ينفع الكلام هذا، كلام ما ينفع. عندي واحد هني وواحد هني وهني بعد يبالهم واحد. زعلانين اصلا،
لا ما عليه، مو مشكلة، نشيل الباصات، نزيد كمية الباصات. وقلنا هاي المنطقة سوينا هنا نحن اكسبو، سوينا بس يبالنا نسوي مدينة شوي نظامها جديد. الحين مدينة النخيل بنسوي هذا، سالفة الأرض هاي مش اوكي يعني، يبالها صيانة. لحظة،